السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. ورجعنا لكم بفيديو جديد من يوميات ياسر وعائلته. الفيديو ده يا جماعه فيديو مش عادي، ده فيديو مختلف عن كل الفيديوهات اللي فاتت. ده فيديو عيد ميلاد ابو شادي الكام؟ الاربعين. وايه وده مميز، عارفين انتوا لما نقول الاربعين يعني لازم نحتفل. طبعا احنا من النهارده مش العيد ميلاد اكيد، ده اجواء تعليق الزينه اهي. طبعا الدنيا متبهدله ومكركبه زي ما انتم شايفين بنعلق. تعالوا بقى كل واحد يقول كلمه لابو شادي، يقول للبابا. طيب يا ابويا عقبال ال 100 سنه يا ابويا. بس مش عقبال ال 44 حتى؟ لا 44 هي بسمله. طيب يا بابا عقبال تكون معايا كده ما تسيبنيش ابدا. ماشي حلو برضه. يلا يا شيخ يوسف. انت يا ربنا مليون سنه. مليون سنه عسل يا يوسف، عشت. هاتي مسوكه مسوكه. طبعا احنا احتفلنا بالسنه اللي فاتت بعيد ميلاد ابو شادي. قالت لك اهي كل سنه وانت طيب، بس بلغتها هي وانتوا فهموا ترجموا بقى. طبعا ده الموضوع دوت. السنه اللي فاتت ما كانش فيه مسك، السنه دي طبعا نورتنا مسوكه. يلا كده هنعلق بيت الزينه. تمام كده. وبعد ما نخلص تعليق الزينه هوريكم بقى الزينه بعد ما تتعلق عملت ازاي. وان شاء الله يكون عيد ميلاد حلو وعيد سعيد عليك يا ابو شادي، كل سنه وانت طيب وعقبال يا رب مليون سنه كده يخليك لينا وما يحرمناش منك ابدا يا رب. وعقبال 84 العمر كله يا ابو شادي، وكل سنه وانت طيب. Happy birthday, I'm wishing you long life and prosperity. Wishing you good health, wishing you many years. Day is a bad day, come celebrate your day. Celebrate your day, celebrate your day. Plus one today. اهو يا جماعة بعد ما خلصنا تعليق الزينة حاجة كده يعني بسم الله ما شاء الله رفيته حلوة قوي في تعليق الزينة. خلصنا كده تعليق الزينة عشان نفاجئ أبو شادي، طبعا هو مش عارف إن إحنا عاملين له مفاجأة وهنحتفل بعيد ميلاده. حبينا نعملها له مفاجأة، جبنا الزينة من وراه وعلقنا وخلصنا كل حاجة عشان نفاجئه من إحنا هنحتفل بعيد ميلاده بكرة بقى إن شاء الله. كل سنة وأنت طيب يا أبو شادي، وعقبال مليون سنة يا رب خليك لينا وما يحرمناش منك وتعيش ونحتفل بيك كل سنة إن شاء الله يا رب في وسطينا. أهو كده كده نكون خلصنا تعليق الزينة. استنونا بقى بكرة إن شاء الله في العيد ميلاد، هنصور العيد ميلاد كله بإذن الله ونشارككم فرحتنا. أهم حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد من يوميات ياسر ابو حمد. قول ايه؟ كل سنه وانت طيب يا ابو شادي، وعقبال يا رب مليون سنه. حبايبك كلهم وهم جايين ومنتظرينك عشان يحتفلوا بيك. ده احنا بنحضر لحد ما يجي خالكم ياسر نعمل لهم مفاجاه عشان نقول له كلنا كل سنه وانت ابو شادي جه اهو. ثانيه بسم الله عشان نعمل لهم مفاجاه. يلا عشان نحتفل بعيد ميلاده افتحي مفاجاه. شادي بص جماهيرك كتير. عامل ايه؟ الحمد لله كل سنه وانت طيب يا ابو شادي. حبينا نعملها لك مفاجاه. الله يخليك. خش بقى شوف حبايبك اللي مستنيينك جوه. السلام عليكم. قول السلام عليكم. انا ازيك يا ابو شادي؟ عامل ايه؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب يا ابو شادي. عقبال 100 سنه. طيبين طيبين. احنا مجمعين عند ربنا. ايه الجمال ده؟ ازيك يا حاج؟ طيب يا حاج. ايه رايك في المفاجأة يا ابو شادي؟ مفاجأة جميلة جدا. كل سنة وانت طيب. الوجبات بتاعة عيد الميلاد عشان نكمل ونحتفل بعيد الميلاد. ادي جزء اهو من الأسرة اللي جاية تحتفل بعيد ميلاد ياسر. عم جمال ابو ياسر جاي يقول له كل سنة وانت طيب. خالد هتقول ايه لخالك يا خالد في عيد ميلاده؟ ما قالش حاجة يا خالد. كريم هتقول ايه لعم كاسر؟ عقبال ما يتجوز العيال وابوه. الله يخليك يا كريم. عقبال فرح. عقبال سنة كتيرة يا رب.
حبيبتي يعني. كل سنة طيبة يا بابا عقبال مليون سنة. كل سنة وانت طيبة يا بابا عقبال تكون معايا. هيبقى معاكي على طول. خلي ياسر حبيبتي عم جمال، الله يخليك يا عم جمال في حياتك ان شاء الله. وانت سعد هتقول ايه لخالك ياسر؟ هتقول له ايه؟ كل سنه وانت طيب يا خالي. تعالى يا خالي ياسر. كل سنه وانت طيب يا خالي ياسر. حبيبي يا علي هتقول ايه لخالك ياسر؟ حبيبي تقول ايه يا بوجي؟ خليك عم ياسر وتفضل معانا. حبيبي تقول ايه يا يوسف؟ تعالى كده حبيبي. عمك ياسر كل سنه وانت طيب وربنا مليون سنه ربنا يعافيك كل سنه سعيد. حبيبي تقول ايه لخالك ياسر؟ حبيبتي كل سنه وانت طيب يا ابو شادي، حبينا نعملها لك مفاجاه. ايه رايك في المفاجاه؟ بص يا جماعه ده جزء من الاسره. وطي شويه الريموت اهو وراك يا كريمه. ده طبعا جزء صغير من الاسره. النبي عسل خلاص شغلوا الاغاني تاني. شغلوا اغاني ما لسه بقيه الاسره ما جاتش. ده طبعا عيد ميلاد ال 40 زي ما انتم شايفين ال 40 منوره. ايوه اهو واخدين عليها اهو. اهو بودي اهو ومازن اهو. والحاج اهو طبعا عشان قاعد بيسقف برضه اهو الحاج. عشان تعرفوا بس كده ايه مشاركينكم فرحتنا كله اهو جاي في الكاميرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بجد احداث جميله وعيد ميلاد ال 40. فدلوقتي احنا كل سنه وانت طيب يا ابو شادي. طيب ربنا يخليك يا رب ليك. دلوقتي احنا هنحضر دلوقتي الجاتو والعصير تمام والبيبس تمام. احنا حابين ان انتم تشاركونا دايما الافراح والاجواء الحلوه ان شاء الله. ويا رب دايما في افراح وربنا يبعد عننا الاحزان ويبعد عنكم دايما الاحزان. تعالوا بينا يلا عشان نجهز يلا التورته والجاتوه. يلا بينا. افتح يا شادي. نورتي يا ام محمد. عاملين ايه كلكم؟ الحمد لله. فين اخويا؟ اخويا ايه لا عايزين نشوف. لازم الجمهور يعرف جابت لي ايه. عايزين نشوف البنطلون. تعيشي وتجيبي يا ام محمد عقبال ما نجيب لاولادك يا رب. الله جميل والله. يلا تشيست انت يا ابو شادي. تشيست انت في عيد ميلادك النهارده. جميل والله. تسلم ايدك والله العظيم. ربنا يخليك يا رب. عقبال عيد ميلادك كده وعيد ميلاد الاولاد ان شاء الله. تفرحي باولادك يا رب. يلا بينا بقى نجهز السفره. يلا. يلا بينا. عاملين ايه هي كله كامل مش ناقص غير حاجه واحده بس. عارفين هي ايه بس؟ حاجه من نفسها ترتا. لا هبه. هبه اختي. هبه لسه ما جاتش. هبه اختي تيجي اخر الناس. لازم تيجي. والاكل برد واحنا متنا من الجوع. اه يلا يا جماعه قاعدين. يلا احنا هناكل ونرجع لكم تاني. هنرجع لكم تاني بقى. عايزين هنرجع تاني بالتورته. ماشي هنرجع تاني بالتورته. يلا طيب يلا يلا. دي ام منيره اللي قلنا لكم عليها متاخره. من طيبه يقعد عليك الخير يا رب. دول المجانين عشان تعرفوا ان الانتظار يستحق بصراحه. يلا كل سنه وانتم طيبين. يلا لا مفيش منتج اهو. هنمنتج ليه؟ احنا هنفتح الوجبه لحسن الناس يفكروها علب فاضيه. ده علب حقيقي والله فيها اكل يا جماعه. اهي اهو جبنا التورته اهو. بسم الله. وعيدك بقى كده يا ابو شادي. قبل ما نطلع ابو شادي كده ترجمة
خالص. سليل فرحانة ازاي بالتورتة عشان معمولة بصورته. خليك ماله؟ استغفر الله العظيم يا رب. 40 40 40 اهي 40 40 اهي. هو فرحان بال 40 على فكره يا جماعه، كان 20 سنه. ال 40 ال 40 ال 40 ال 40 ال 40 لا انا عندي بص عند القميص كده. لا تصور بعد كده ماشي. اه ما تكتب هات المايك يا حبيبي كده. انا المايك كان معاك. اه يا وحشه اهو شعرك مستمر. انا عايزين عيد ميلاد الليلة مين؟ عيد ميلاد النونة. الله مش لايقة مع الأربعة. لا هنا حضرتك هنا الأجواء هنا أه هنا أهو. والله كبرت أحسن كبرت. يا عيد انا مصوره دارك صدري ملبش يا عيد وعايزك اوح. ايوه تعالى بقى نشوف التورته مهما يعمل ايه. التورته بحبه قوي. يا ربي يا ربي يا شيخ تكبر وتبقى قد ايه. اهو بوجه وبيت اهو. يلا عمك اغسل ايه يا جماعه. ربنا يشارككم الفرحة بتاعتنا بالصوت. كل سنة وأنت طيب يا أبو شادي ال 40. هم هم هم. ياسر تعالى كده. خلاص يا عمتي ما لا لا هي من ناحيتي. كل سنة وانت طيب يا ابو شادي. انا اللي بجرب الانبوبة لما يمشي ويخش الاوضة يقفل عليه. بس خدوا بالكم ابو شادي زنق نفسه في النص مع ان هو عيد ميلاد. ام محمد ثانيه. ام محمد دي ديت ام محمد قالت له البسها بقيه العيد ميلاد ما تقلحهاش لحد ما العيد ميلاد يخلص. لا ثواني يا جماعه. اغنيه جودي محضر لي اغنيه. يلا نسمعها كلنا مع بعضنا ونقول راينا في الكومنتات. يلا ثواني يا جماعه. سكول ركوا كده يا بوحي ركوا. تمام انت لازم نسمع.
لها في الفيس. يلا يا جوج ثواني يا جماعة عشان نسمع. انت جميل ولا عيبي عيبي بضعف قصاد الجمال يا جمال قلب الصغير جمال شلت طبع حال حال يا ليالي طب تعالى عشان ولا مش عايزه تطلع. واخيرا خلص العيد ميلاد بتاع النهارده يا جماعه، عيد ميلاد ال 40، وان شاء الله عقبال ال 41. استنونا السنه الجايه في عيد ميلاد اقوى من ده. تمام. استنى طيب عارف المونتاج، المونتاج كمل عادي زي ما احنا كمل عادي ماشي. وان شاء الله ثانية انصر دينك يا استاذ خليفة. ايه الحرامة دي؟ والله لا لا انت ما يجينيش يا شادي وعادي يا زعيم. طيب كل ده شريف بس الصوت مش هيطلع غير عندنا. كل سنة وانتم طيبين، عقبالكم جميعا، وعقبال اللي مش متجوز يتجوز، واللي متجوز يتجوز ابنك. كل عقبال 100 سنه ما جاش ال 40 يجي. والطقم ده يا جماعه نسيت اقول، الطقم ده جايبه لي اخت ام محمد هديه، ام محمد الصغيره مش محمد الكبير. اثنين محمد. ام محمد ده كان فرفان. انت فرفان؟ انت فرفان؟ انت بت وانت بتاع ام مشادي، ام مشادي نسيت، وانت بتاع بتاع سالي بس عشان نفتح دي بتاعت ام محمد الكبيرة ماشي، ام محمد، ودي بتاعت ام سعد. احنا اشتركنا عند التعريف. دي سجاير؟ دي سجاير؟ دي سجاير؟ دي سجاير يا جماعة. امي اللي جايبة لها جديدة 100 جنيه. اشرب اشرب. دي بتاع ميجي. ثانية انا حبت ما حطيتش عادي. طب سنة هم حلو. لا بس الشوفان كيكة كيكة مش كيكة؟ مناديل، مناديل العربية، مناديل العربية مكتوب عليها لوف ماشي؟ مكتوب عليها ايه؟ لوف لوف. وجماعة والله بجد أنا بشكركم كلكم والله، إخواتي وحبايبي ومراتي وعيالي وعيال إخواتي اللي حضروا العيد ميلاد بتاع النهاردة. بجد أنا فرحونا والله بجد وشرفونا.
وكان عيد ميلاد جميل جدا جدا جدا. عقبال كل سنه ودايما يا رب مع بعض متجمعين ودايما يا رب فرحانين ودايما مبسوطين يا رب. واتمنى اتمنى ان شاء الله باذن الله مش هيبقى في زعل تاني ولا في حزن تاني. تمام. وبرده حابب ان انا برده حاجه مهمه اذكرها طبعا والدتي الله يرحمها. كنت اتمنى ان هي تكون موجوده معانا في يوم زي ده وفي كل ايام الفرح، بس الله يرحمها هي طبعا عند الاغلى مننا كلنا. واتمنى هي طبعا بتتمنى يوم زي كده وتتمنى الفرحه وتحب دايما تجمعنا، وهي طبعا موجوده معانا بروحها. وان شاء الله يا رب دايما متجمعين مع بعضينا وحبايب واخوات دايما يا رب، ومفيش حاجه تفرقنا. وموجود معايا الحاج جمال ابويا والدي اهو. تمام. وده طبعا بالدنيا وجوده بالدنيا كلها. وبجد اشكركم على الهدايا اللي انتوا جبتها لي، بجد اسعدتوني جدا وفرحتوني جدا. وان شاء الله دايما مع بعض متجمعين. كل سنه وانتم طيبين.